ميني ستوديو. هاي 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 لكل اصحابنا اللي عم يحضرونا هلا على شاشه الام تي في. من استوديو بلش وموضوع جديد اليوم رح نحكي عنه واللي هو الكاوبويز. مين هن الكاوبويز؟ وين بيعيشوا وشو بيعملوا؟ كل هالمعلومات رح نتعرف عليهم اليوم بحلقتنا. ولكن قبل ما نبلش حلقتنا رح اقول انه كاوبوي هو شخص، للي ما بيعرفه اكيد، هو شخص يلي بيهتم بالمواشي وبالبقر. رح تتعرفوا اكثر عليهم للكاوبويز اليوم، بس قبل قصص. نجمتكم اللي كلكم بتحبوها أشلي تيسدل من هاي سكول ميوزيكال، ومن بعد 6 سنين بعيدة عن الأضواء نزلت هيدي السنة غنية. رح نسمع مقطع منها ونرجع نكفي أخبار. والتاني خبر لليوم واللي هو شوي غريب، بس اكيد مش غريب على ليدي غاغا اللي رح نحكي عنها هلا. ليدي غاغا نزلت دول او بوبي لها بكل اسواق اليابان. هيدي البوبي اللي شايفينها هون، اول شيء هيدي غاغا الحقيقيه وهيدي غاغا البوبي. هيدي البوبي بتقدر تعمل كل شيء ليدي غاغا الحقيقيه بتقدر تعمله، يعني هالبوبي بتقدر تغني، بتقدر تحكي، بتقدر ترقص. يعني ما بعرف بعد شو اللي ما عملته ليدي غاغا. بالايام الجايه رح نشوف اذا بعد في شيء ما عملته رح تفاجئنا فيه. فيديو ميوزك لليدي غاغا وبنرجع بنكمل. ديزني تشانل السنة عم تحتفل بالسنة الـ 22 على انطلاقة الفيلم اللي كلنا منعرفه بيوتي اند ذا بيست. هذا الفيلم هالسنة بيصير عمره 22 سنة، وكرمال هيك ديزني تشانل عم تحتفل بهيدا الموفي. شو رأيكم نشوف التريلر تبع بيوتي اند ذا بيست وبنرجع بنكفي اخبارنا. Walt Disney Pictures presents its all-new 30th full-length animated motion picture. Is anyone here? Mama, there's a girl in the castle. Good. A girl! The classic story of Beauty and the Beast. He was a lonely beast, cursed by a mysterious spell, and she was the beautiful young girl who could set him and his kingdom free. She's the one! She has come to break the spell! They were two complete opposites. Anything to do with him. She is being so difficult. Until something wonderful happened. There's something sweet. Straighten up. And almost kind. Show me the smile. But he was mean and he was coarse and unrefined. And now he's dear. You look so... And so unsure. Stupid. I wonder why I didn't see it there before. It's a story filled with fun. Oh, I beg your pardon. Adventure. Sacre bleu! Invaders! And dozens of wonderful new Disney characters. Keep it down! Featuring 6 new songs from the Academy Award-winning composer and lyricist of The Little Mermaid. This holiday season, share the fun, the magic, and the music of an entertainment event you'll never forget. Disney's Beauty and the Beast. أما ديمي لوفاتو هي الستار أوف ذا داي لليوم. ديمي بتحضروها كلكم على ديزني تشانل كل يوم بسو راندوم. هي اليوم أور ستار أوف ذا داي، ورح نشوف هلأ كلنا سوا ميوزيك فيديو لها، ومن بعدها رح تبلش حلقة مليئة بالكاوبوي تحكي عن هالرجال اللي يمكن كتار منكم ما بيعرفون. رح نتعرف كلنا سوا على الكاوبوي من بعد هالميوزيك فيديو.
نحكي عن الكاوبويز أو رعاة البقر يلي هن بيهتموا فيهم، بيهتموا بالقطيع وبكل يوم بيخدوه بيدهروه بيطعموه وبينتبهوا عليه. هالكاوبويز موجودين أكثر شيء بأمريكا وأكيد بيكونوا بمزارع خاصة في بقلبها عدد كتير كبير من البقر، وهن بيسموهن رانشز. بيكونوا لابسين مثل لوكي لوك، بتعرفوا لوكي لوك؟ جبت لكم هالكتاب تعرفكم عليه كمان للي بحب الباند سيني. لوكي لوك هو كاوبوي وبيعيش مغامرات كتيرة بهالكتب يلي هي إليستري أو فيها صور حلوة كتير. القصة مهضومة لابيل بروفانس مثل لوكي لوك والكاوبوي. أنا كمان معي فرد بام بام، بلشت الحلقة. À la devinette, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous gardez dans vos têtes de votre enfance? Attention! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça commence par un bi, ça finit par un rond. Oui, c'est cela, le biron. Maman, je veux un biron. Papa, il est bon. Mon biron, maman, à moi. Le biron, sinon je pleure, je veux mon biron. Maman, je veux. Avec l'objet de la fête. Ça commence par un bi, ça finit par un rond. Oui, c'est cela, mon biron. Maman, je veux un biron, papa, il est bon. Mon biron, maman, à moi. Le biron, sinon je pleure, je veux mon biron. Biron. Le soir avant de dormir et que la musique s'arrête, le marchand de ça va partir et moi dans ma couchette. Avant de fermer les yeux, je te fais un gros câlin. Tu restes à côté de moi et tu me dis à demain. Maman, je veux un biron, papa, il est bon. Mon biron, maman, à moi. Le biron, sinon je pleure, je veux mon biron. Maman, je veux un biron, papa, il est bon. Mon biron, maman, à moi. Le biron, sinon je pleure, je veux mon biron. بدي أصير معلمة، وبعد الظهر بدي أغني بميني ستوديو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. لين أبي علي أكتر شي بتحب الهيب هوب، ما بتحب أبداً البالي. جيو بعيني عمره 7 سنين أكتر شي بحب الدرس وما بحب أبداً يتخانق مع أصحابه. جيو لين هن المشتركين اللي رح يلعبوا اليوم 1 مينت أد بي ال اف. مين معقول يكون الربحان بالأخير؟ رح ننطر ونشوف كلنا سوا. يلا جيو ستارت جيم. 10,000 5,000 200,000 أوكي 50 بعد بدك 350. إذا غلبطت تبوس عليهم يرجعوا لمحلهم. 70 71,000 75,000 شو بعد ناقصك؟ يلا وحدة تانية. 160 جيو خلص وقتك والسكور هو 1245 نقطة، وهلا صار دور لين إنه تلعب، قد ايه معقول جيب لين سكور؟ رح نشوف كلنا سوا. بلاي أجين لين. 1000 ليرة. 50 وين ال 50؟ آخر شي مظبوط. 25,000 يعني بدنا نعطيهم 20 و 5,000 اوكي هيدا الخمسة بعد ناقصنا 20 صح 150,000 شو
شو حطينا غلط؟ حطيت إشي غلط، تبس عليهم مظبوط. وهلا من جديد بدك تعطيهم 45. يلا يعني 20 و5 20 و5. خلص وقتك لين، والسكور هو 510 نقط. ومع هذا السكور بيكون جيو اللي ربح معنا لليوم. رح نقول له كلنا سوا مبروك، نشوف شو هديته من كافي ميني ستوديو، ما تروحوا لمحل. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار. مبروك. وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. ميني ستوديو، هاي حلقة جديدة من ميني ستوديو، أكيد فيديو جديد بفاني فيديوز. أكيد كلكم ناطرين تنحضر فيديو تبع اليوم. الحلقة تبع اليوم تحكي عن الكاوبويز، بس الفيديو تبعنا عن صبي كتير مهضوم عم يرقص عغنية لشاكيرا. نحضره كلنا سوا. يلا 1 2 3 بلاي ميزيك. Dale pues. Baila pues. عم بحضر حاله هلا تيرقص. اه كما كي بايلا شاكيرا شاكيرا اي منتن نن 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 تبع شاكيرا الويف. أكيد كتير بضحك هيدا الفيديو، لأن أيمتى بنشوف ولاد صغار هيك عم بيرقصوا أو بيقدروا هيك يحركوا جسمهم. أنتوا كمان إذا بتعرفوا حدا أو عندكم فيديو كتير مهضوم وكتير بضحك، بعتولنا إياه على فيسبوك بيج أو على إنستغرام أو على تويتر. فيكم تتواصلوا معنا على كل السوشيال ميديا. أنا بشوفكم بكرة بحلقة جديدة من ميني ستوديو. باي. هاي جايز، بلشنا بأسبوع جديد وكلنا عم بيحكوا بالكاوبويز. أنا مش عم بفهم ليش كلنا عم بيحكوا بالكاوبويز اليوم. عطيتني شابو كيكي وقالت لي البيسير وهيدا الريفولفير، بس أنا حابة أسألكم أسئلة. ومثل كل جمعة بلشنا جمعة الماضي أسألكم أسئلة وجاوبت على السؤال لينا كوزي. والسؤال يلي كان مين أول بيرسوناج بميني ستوديو يلي هو بيكون مبروم ولونه روز؟ أكيد هي بنت. وطلعت سوسات، أكيد الجواب سوسات. فقالت لي لينا كوزي: بونجور جو مابيل لين، مون كاركتير بريفيري ا ميني ستوديو اي سوسيت. اي لا ريبونس اي سوسيت. دونك شو منقلها؟ منقلها مبروك، لانه رح تربح هديه معنا كثير حلوه. مبروك. الهديه هي بطاقه دخول لفتره شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند. شفنا هديتك لين، واكيد اذا بدك تستلميها بتتصلي فينا على 03-8586-87. وهلا انتم اكيد ناطرين السؤالات يلي رح اسالكم اياها اليوم. هو سؤال واحد، واكيد كل تنين اربع وجمعه رح اسال سؤال واكيد رح تجاوبوني عليه، واسرع واحد بيجاوب على السؤال رح يطلع له هديه. سؤالي لليوم هو: اي حيوان وقت تشتت الدنيا بيزحف على الارض وبيته على ظهره؟ عرفتوا مين هو هذا الحيوان؟ اكيد اذا عرفتوا مين هو بتفوتوا على الفيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، بتعملوا لنا لايك وبتجاوبوا على السؤال. يلي بيجاوب أسرع شيء وأكيد بشكل صحيح هو يلي رح يطلع له هدية. منشوفها كلنا سوا مع بعض. مبروك. الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند. J'abandonne sur mon chemin tant de choses que...
نفتح صندوق البريد ورا رسالة بعتلنا إياها مارك، بيقول هاي لميني ستوديو، عمري 6 سنين، بحبكم كتير كتير وخاصة كيكي، وببعت لكم بوسة كبيرة. Thank you مارك على رسالتك، بس دايما لازم تكتبوا لنا اسم كامل يعني عائلتكم ورقم تليفونكم كمان، وما تنسوا انه اللي بيربح معنا يتصل على رقم 03-85-86-87 تعرف كيف بيقدر يجي ياخد هديته. مبروك لمارك، رح نشوف هديته وانا بقلكم باي. مبروك، الهدية هي لعبة حلوة كتير تقدمت ابو شبكة. مبروك لألكن، الهدية هي ساعة حلوة كتير تقدمت بيير روجيه. إيميليو كرم رح يصير عمره اليوم 7 سنين، هابي بيرثدي. مبروك، كيدز تينز جايد هو هديتكن لتقدروا تعرفوا وين فيكن تروحوا وشو فيكن تعملوا بلبنان. Mini Studio.